السلام ورحمة الله. السلام عليكم. في إطار استقبال أول رحلة للحجاج الميامين من البقاع المقدسة، تم استقبال اليوم 258 حاج، وقد قامت مديرية المطار باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل استقبال الحجاج في أحسن الظروف، من حيث وضع كاميرات حرارية، توفير جميع المعقمات. البعثة تاعنا الله يجازيهم خير، وخاصة الحماية المدنية أدوا دور جبار، هم مشكورين ومأجورين. الحمد لله، بعد عامين من الانتظار ادينا الحج نتاعنا، ادينا المناسك نتاعنا كما ينبغي، قاموا بنا الحمد لله يا رب العالمين، ادينا المناسك نتاعنا في ظروف جيده بصحه جيده، الحمد لله ان وفقنا ربي.